ما عطيهاش الحب اللي كتسنى منك. هادو هما الناس اللي ندمت عليهم في حياتي. بقي الشر احسن تاني. بغيت نطلبها عند الله. انا ما واخداش قرار دابا حاليا، بغيت نطلب ربي برحمته هو يعفو عليا. حنت ما خرتها موت. وهما واحد العائله عرفتها واحد 7 سنين ونص 8 سنين. هادو هما الناس اللي ندمت عليهم في حياتي. يعني ناس ما عرفتش اش نقول لك. قال الله قال الرسول الطيبوبة، لكن باش نقول حسبي الله ونعم الوكيل في الانسان اللي كيكون منافق. انا ما نبغيش بنادم، علاش بنادم تينافق على قبل الفلوس باش تدوري معاه ولا باش تجيبي ليه ولا باش حشو. ما كيعجبوني الناس اللي كيكونوا بحال هاد الناس. تعلمت حنت ما بقاوش نهضروا على الخير، كلشي ديال الله سبحانه وتعالى. الانسان ماشي واحد الوقت كان تيسول فيك تليفونات وكديره واش اخبارك وبنتي وعزيزه علينا والبنات اختي. واحد الوقت الانسان تا كينسى كلشي، تشي كله على الطمع. باقي الشر على الاحسن تاني. كيبقى فيك شي بنادم بلي كنقولوا بالمثل شبيه كتسندي عليه بحال كديري شي عكاز كيخوي بيك. خصك تكوني انت مزيانه ما درتيش حتى قدك، كيبقى فيك الحال. علاقتي ببنتي كي امها بنتها في العلاقه غير انا شويه يمكن ما عطيهاش وقتك اللي كتستحق، ما عطيهاش الحب اللي كتسنى مني. انا كنبغيها اكثر من روحي، بغيت نشوفها خير مني بزاف ونشوف شي حوايج اللي راه ربي عالمهم في قدري. تنطلبها عند الله. انا ما واخداش قرار دابا حاليا، تنطلب ربي برحمته هو يعفو عليا. حنت ما خرتها موت. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.